مشاهدينا الكرام، ونحن في حلقة اليوم نتحدث عن المعالم التاريخية. معنا معلم تاريخي معروف ومشهور على مستوى محافظة المهرة بشكل عام وحوف بشكل خاص، إنه حصن بن ياسر. ومعنا ضيف هذه الفقرة يعرفنا باسمه الأخ ثابت سعد حامد بن ياسر. بن ياسر، حياك الله عم ثابت. حياك الله. الله يحفظك ويعافيك. حياكم الله ومرحبا. حصن بن ياسر، لماذا سمي بهذا الاسم؟ هذا حصن بن ياسر طبعا سمي نسبة إلى قبيلة آل ياسر. كم عمر هذا الحصن؟ هذا الحصن عمره أكثر يعني 100 سنة. يعني له 100 سنة. طب بني هذا الحصن لأي أغراض يعني معينة؟ بني للدفاع عن المدينة ولا الحصن على طبعا بني للدفاع، لأن هذا الحصن حماية للبحر وحماية كذلك للمنطقة بشكل عام، وهذا الحصن يعتبر حصن حربي. حربي نعم. من أيام زمان يعني حصن حربي وحصن ملجأ لكل الناس. شوقتني وأنت توصف لي هذا الحصن، ما رأيك نفعل لفة حول الحصن هذا؟ حياك الله. حياك الله، بنفعل لفة وبنشوف الحصن ونشوف أخي مراد. يا مراد الحصن يا مراد جالس يصور الحصن. مراد تعال. الأخ ثابت بيفعل لنا لفة حول الحصن داخل الحصن. حياك الله. الأخ مراد تعرفه طبعاً. الأخ مراد هذا غني عن التعريف. الله يحفظك يا عم. حياك الله. نسوي لفة. حياكم الله. صلوا الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الحين قمنا بتجديدات الحصن. جديد يعني مش القديم هذا. هذا جديد، القديم داخل. ايوه. القديم كذا من داخل، وهذا اللي من برا يعتبر جديد. طيب ما تلاحظ يعني هو جديد لكن بشكل قديم. بس ما تلاحظ يا اخ ثابت انه التجديدات هذه العصريه بتخرب التجديدات يعني التراث القديم. ليش ما تجدد على نفس التراث نفسه؟ صح. ايه. التجديدات يعني المفروض ان نحن نحافظ التراث حقنا ونمسك عليه. صح. لكن الوضع القديم ذاك اللي داخل قده قديم شويه، وأصلح ترميم هذا للجيل السابق يعني الأقدم الجاي مشان يكون قوي يتحمل السنوات يعني عليه. يلا بسم الله نشوف. حياكم الله. الدور الأول صح؟ هذا الدور الأول، هذه بوابة الدور الأول. وإيش فيها؟ وهذه مطلع للدور الثاني، مطلع جديد طبعا. ويمين وشمال؟ وهذا هنا في موجود ديوان كبير. تفضلوا. هذا طبعا ديوان. هذا ديوان المرحوم الشيخ عوض الله يرحمه، عوض بن ياسر، شيخ معروف عند الناس. صلح هذا ديوان كبير، وهذه تعتبر صالات، وهذه دورة مياه هنا، وهذا الحصن، هذا الديوان اللي هنا، هذا الديوان. ديوان طبعا هذا ديوان مخصص، هذا طبعا ديوان الحصن. يا سلام. المناسبات له. هذا ديوان مخصص يعني ديوان المناسبات وأعراس وأعزاء، كل الناس تجي في ديوان. يعني الاجتماعات بشكل عام. اجتماعات حتى اجتماعات بين الناس، اجتماعات قبلية، أي حاجة يجي فيه. يسلام. المرحوم صلح لنا هذا الديوان، هذا الشيخ عوض الله يرحمه صلح الديوان. يسلام. أخي ثابت، أعطيتنا نبذة حلوة ومختصرة عن القصر، وقصر جميل، أتمنى أن تحافظوا عليه وتحافظوا على التراث القديم، لا تحضروه يعني أكثر إن شاء الله. حياك الله الأخ خالد والأخ مراد. نحن إن شاء الله الحصن هذا بنهتم فيه بإذن الله، والحصن هذا نحن عليه، ويعتبر هذا الحصن معلم وتاريخي لمديرية حوف محافظة المهرة بشكل عام. بشكل عام. لليمن بشكل عام. لليمن بشكل عام. وهذا فخر لنا وفخر اللي يزورنا واللي يجي عندنا،
في مديريتنا وفي محافظتنا. الله يحفظك. ونحن ان شاء الله ما دام ابانا واجدادنا مهتمين بهذا الحصن، نحن باذن الله سنهتم بهذا الحصن باذن الله تعالى بقدر الامكان. سنعمل هذا القصن وسنبدا بترميمه على ما هم يرمون. الشيخ عوض الله يرحمه كان يرمم الحصن هذا ومات، وان شاء الله اللي بعده سيرمم هذا الحصن وسيكون الحصن احلى واحلى باذن الله ان شاء الله.